السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالواضح في النشاط العلمي المستوى الخامس. سوف تجدون في هذا الفيديو الأنشطة الخاصة بأسبوع تقويم ودعم الخاص بالوحدة الخامسة، يعني أتلقوا الأنشطة الخاصة بالحصة الأولى من الأسبوع 27، أنشطة تقويم ودعم الوحدة الخامسة. نبدأ على بركة الله بالتمرين رقم 1، ولكن قبل ما نبدأ للإشارة التمارين موجودين في صفحة 77 و80 من الكتاب المدرسي. كنتمنى أنكم تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. كذلك كنتظر منكم الدعم للقناة عبر وضع جيم أو كومنتر في كل فيديو، فأنا والقناة في أمس الحاجة للدعم ديالكم، لأنك يعطيني حافز أكثر وقلة التفاعل والدعمية اللي يعني ما كتعطينيش ديك الحافز باش نوض نصور، وهذا أكيد هذا يعني كنجلس مدة شحال عاد كنصور ما كنلقاش تفاعل بزاف، ما كاينش دعم للقناة. كنتمنى أنكم تدعموني كذلك. إذا التمرين رقم 1، أملأ الفراغ بما يناسب. يؤدي شي حاجة في السلك موصل إلى إنتاج، إذا يؤدي مرور التيار، شنو اللي كيمرنا في سلك موصل؟ التيار الكهربائي. يؤدي مرور التيار الكهربائي في سلك الموصل إلى إنتاج مجال مغناطيسي. شي شفناه في الدروس، الناس اللي ما ديجا أول ما شفتش الدروس أول مرة كتشوف القناة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، توصلوا بكل شيء جديد. وإذا كنتم مهتمين بالدروس اللي فاتوا تلقاهم في القناة. تمرين رقم 2 أو سؤال 2، يتكون الكهرومغناطيس من وشيعة تتوسطها نواة. أعيد قراءة الجملتين. يؤدي مرور التيار الكهربائي في سلك الموصل إلى إنتاج مجال مغناطيسي. يتكون الكهرومغناطيس من وشيعة تتوسطها نواة. نمر للتمرين رقم 2، أضع علامة في الخانة المناسبة. يمكن لجسم أن يكون في حالة سكون تحت تأثير قوة واحدة فقط. خطأ، قوة واحدة إذا راه في حالة حركة، إذا هذا نضع علامة في خطأ. يعتبر الجسم في حركة إذا غير مكانه. فوقاش كي نعتبر الجسم أنه في حركة إذا تغير المكان دياله؟ صحيح. من هو اتجاه حركة الجسم؟ هو من هو اتجاه القوة المؤثرة عليه. صحيح. يمكن لجسم أن يكون في حركة دون تأثير أي قوى. خطأ. مدة تأرجح النواة البسيط تتعلق بطول الخيط وكتلة الجسم. خطأ، كتلة الجسم لا تغير شيئا. مدة تأرجح النواة البسيط تتعلق بطول الخيط فقط. صحيح. تزداد مدة تأرجح النواة البسيط كلما تقلص طول الخيط. خطأ. إذا رد البال تكون عندنا خطأ صحيح صحيح خطأ خطأ صحيح خطأ. خلي لكم تمرين بعد الشيء لي من أجل الصحيح. تمرين رقم 3، تمثل الوثيقة جانبه كهرومغناطيسا مرتبط بعمود. ألون طرفي الإبرة محترما الألوان المتعارف عليه حسب وضعه الصحيح، أخذا بعين الاعتبار قطبي الكهرومغناطيس. إذا هنا عندنا موجة، عندنا هنا نور، هنا سود. إذا باش يكون واحد يعني ما كاينش نوفور هنا، خاصها تكون هنا العكس، ان مع اس. اذا اول حاجه هنا اس، هنا ان لو نور الشمال، القطب الشمالي، هنا غادي يكون الجنوبي. اذا الجهه الاخرى الشمالي، وبما الجنوبي ديما كنلونوه بالازرق والشمالي بالاحمر. اذا هذا هو التلوين وهذو هما الحروف اللي غندير. تمرين رقم 3، تقويم تملك نهج التقصي. التمرين ينجز على شكل على دفتر التقصي. توصل الأب بفاتورة الكهرباء عن شهر يناير. لقد كان المبلغ مرتفعا جدا. نصحه جاره علي الذي يعمل بوكالة توزيع الماء والكهرباء باتخاذ عدة تدابير تمكنه من تخفيض مبلغ الفاتورة مستقبلا.
اقترحوا فرضيات أفسروا بها أسباب ارتفاع مبلغ الفاتورة شهر يناير وكيفية تخفيض تكلفة الاستهلاك الطاقة الكهربائية على الدوام. يقدر يكونوا كيديروا ترك المصابيح مشتعلة ليل نهار، كي الناس اللي كتشعل الضو ما كتطفيهش واخا تغادر الغرفة، يعني نسيان أو تهور، وهاد الأمور كنشوفهم يعني حتى في البيت ديالنا. أو لا العكس، مثلا كيكون الضوء ديال الشمس ومع ذلك خلينا العادة ديال أن الضوء مشتعل، راه كاين الضوء العادي يعني الطبيعي، فلا داعي يعني كنتركوا مصابيح أو لا آلات مشتعلة أو لا يعني كتنستخدموها وحنا في غنى عنها، أو لا نغادر المنزل ونترك التلفاز مشتعل أو لا الحاسوب أو لا يعني بزاف ديال يعني أي آلة سالينا منها خصنا نزولوها. بالنسبة استعمال المصابيح العادية، ربما نكونوا كنستعملوا المصابيح العادية. بالنسبة للاحتمال الثاني، ربما كيستعمل في المنزل ديالو المصابيح العادية ماشي المصابيح الاقتصادية. عطينا جوج فرضيات. بالنسبة يعني الكيفية، استبدال المصابيح العادية بمصابيح اقتصادية وإطفاء المصابيح عند مغادرة الغرفة والاكتفاء بضوء الشمس بالنهار. هذه مجرد فرضيات فقط. ننتقل للتمرين الثاني، الصفحة الموالية، تمرين رقم 5. جغلي باغ لي فلاش، سورس دينيرجي، مصدر الطاقة. وهنا عندي الكلاسيفيكاسيون يعني التفيه ديالهم. إذا لو سولاي اي الشمس، يعني من الطاقات المتجددة. لو بيترول يعني رونوفلابل، لو بيترول نو رونوفلابل من الطاقات الغير متجددة. لو من الطاقات المتجددة رونوفلابل، ولادك والريح من الطاقات المتجددة. لي ديشي ديزانيمو من الطاقات المتجددة. لو غاز ما بوتان هذا من الطاقات الغير متجددة. انتبهوا استعمل جوج الالوان، الازرق من الطاقات المتجددة والاحمر من الطاقات الغير متجددة كما كتشوفوا هنا قدامكم. تمرين رقم 6، احددوا على قطبي المغناطيس الشمال بكتاب الشمال المغناطيس بكتابة N والجنوب بكتابة S. راهم ديجا مرسومين، الاحمر N والازرق S. تمرين رقم 7، يحتوي المصباح الجيبي الممثل جانبه على بطارية قابلة للشحن بواسطة مقبض الدوار. عند تدوير المقبض يتم شحن بطارية المصباح بالكهرباء. أحدد الجهاز الذي يمكن هذا المصباح من توليد الطاقة الكهربائية، إذا الجهاز هو المنوب. بالنسبة لآخر تمرين في هذه الحصة هو التمرين رقم 8، لوغ دو ديكولاج دو نافيت سباسيال لو موتور كونسوم énormément du carburant pour donner une vitesse suffisante à son mouvement. Je complète la chaîne de transformation d'énergie depuis. مهم هادو هما الانرجي اللي غادي يكونوا عندنا. عندنا انرجي شيميك دابري انرجي تيرميك و ابري انرجي ميكانيك.